السلام عليكم يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين. هنعمل لكم النهارده صينيه الرقاق، احلى رقاق بقى من فاطمه. اتفرجوا عليها وشوفوها. هنجيب بصل، هنجيب طبعا سمنه على النار ونحط عليها بصل، شايفين اهو بصلايه حلوه كبيره كده. عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، وحشتوني قوي يا حبايبي. هنجيب فلفل اسود، بهارات، ملح، كبابة صيني، قرفة، البصل اهي على النار طبعا لما تدبل، بس مش هنحمرها. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. عاملين ايه؟ هي الرقاق الجميلة عشان تاكلوها في العيد طبعا لازم تعملوا رقاق، لازم باللحمة المفرومة. هنرمي عليها ايه؟ اللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طبعا هنرمي بقى البهارات اللي احنا ايه بتاعت اللحمة، فلفل اسود اول حاجة، وهنحط بهارات لحمة، وهنحط قرفة، ونحط كبيبة صيني. ماشي، كل سنة وانتم طيبين يا حبايب. عيد سعيد عليكم يا رب، تكون على جبل عرفات ان شاء الله رب العالمين. لازم ناكل صينية الرقاق في العيد، لازم احلى اكل في الايه، هي مناسبة العيد، هي صينية الرقاق. عاد عليكم الخير واليمن والبركات يا حبايبي، كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. فاطمة بتسلم عليكم اهي. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. هادية فاطمة، بقت هادية اليومين دول خلاص. هنحط ملح طبعا، نسيبها لحد ما تستوي ونجيلكوا تاني. السلام عليكم يا حبايبي، اهو عملنا اهو العصاج البصل بتاع الرقاق، استوت اهي على النار. هنجيب بقى طبعا سمنه نحطها في الصينيه، واخد بالك، واخد بقى واخدين بالكم، معلقه سمنه اهي في الصينيه. هنجيب الرقاق، بسم الله وبه نستعين. تعالي كده يا فاطمه، جبنا شوربه سخنه، بس تكون سخنه الشوربه تكون سخنه. هنسقي بيه الرقاق كده، اللهم صل على النبي. هنسقي بيها الرقاق اهو، شايفين، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. طبعا على الوجهين، طبعا على الوجهين كده. شايفين، طبعا الشوربه تكون سخنه. اول واحده اتعملت، حطها هنا في الصينيه. طبعا دي كبيره على الصينيه، بس ايه، ممكن تكسروها عادي مفيش اي مشاكل، لان هي ايه لما بتستوي بتبقى ايه كلها ماسكه بعض، متشيلوش اهم حاجه خالص. الرقاق التانيه بقى ان شاء الله. بصي يا فاطمه عشان تتعلمي، هنسقي دي بردك كده. ها بصي يا حبايبي، بص جدع فاطمه دي ايه، عايزاها تتعلم الاكل برضك، تبقى شطوره كده، تطلع ست بيت وحلو زي مامتها. حط التانيه كده يا حبايبي اهي. لازم تثبتوا عليها كده. حطوا واحدة تانية. بعد كده بقى نحط العصاج ان شاء الله رب العالمين. تلاتة اهم حطناهم، تلات رقات. الشوربة لازم تكون سخنة، شوربة لحمة جميلة.
هيك. هنرمي عليها بقى ايه العصاك ده. واو شايفين العصاك؟ هقول لكم كلها اهي اللي احنا عصبناها. نفردها كده بقى ان شاء الله. رمي فاتنا كده ونحط عليهم رقاقتين بس عشان ما تبقاش تقيله قوي، تبقى ايه يعني تعرف تتعرف ايه، ما تبقاش الرقاقه بتاعتها تقيله، تبقى حلوه خفيفه حلوه تتمسك كده. يبقى ايه شايفين العصاج؟ ورمي فاطمه وهي فطومه اهي انسى ايديا. مش عايزه اطول عليكم حبايبي اهي، عشان ايه كل واحد يعمل رقاق في البيت جميله وسهله. هقول لكم بتسوى ازاي بالتكه اللي انا بسوي بيها، تبقى سهله جدا وحلوه وعمليه اهي. هتحط دي ثبتوا عليها قوي. شايفه فاطمه؟ حط واحده ثانيه وخلاص، اخر واحده وخلاص، اخر واحده وخلاص، خلصنا. لازم من الجنبين، الجنب اللي ورا والجنب اللي قدام. ها اتعلمي يا فاطمه الرقاق. كل الناس بيحبوا طبعا الرقاق، صينيه الرقاق باللحمه المفرومه بتاعت العيد اهي كده. خلاص عملنا رقاق. لازم تثبتوا عليها جامد كده. تحط بقى ايه سمنه عليها من فوق، نضعت سمنه. نضعت سمنه صغيره من فوق كده، مش كتير يعني عشان تبقاش تقيله، بس المهم عشان تعمل وش. السمنه دي حلاوتها بتعمل وش. بس نعمل بقى التكه الحلوه دي بقى بتاعتنا. ها هنحط معلقتين شوربه، كبشتين كذا شوربه، كبشه شوربه، بس ما تحطوش كتير عشان ما تعجنش، عشان ما تعجنش من الشوربه اللي فاضله، عشان تبقى طريه معاكوا جميله. شفتوا التكه دي بقى؟ بس وهنحطها بقى على النار. انا بعملها على البوتاجاز، بسويها كده على البوتاجاز تاخد ايه يعني ندعه صغيره، مش كتير، ندعه صغيره كده ايه تسويه، يعني تاخد حاجه بسيطه في تسويه من تحت عشان القعر بس يستوي من تحت. اهم حاجه القعر من تحت هو اللي يستوي، بعد كده تخش الفرن طبعا على الشوايه، تخش على الشوايه. نسيبكم عبال ما القعر بس يستوي من تحت على البوتاجاز، حطيناه على البوتاجاز، سيبكم عبال ما ايه يستوي ان شاء الله. تمام كده احنا ايه حطيناه على البوتاجاز شويه تستوي من تحت، القعر تحت يستوي من على البوتاجاز، هندخلها الفرن على الشوايه. على الشوايه عدل كده ايه، نفتح الشوايه عشان الوش بس هو اللي يستوي، لكن تحت انا عملت القعر سويته. نعمل ايه على الشوايه؟ تمام على الشوايه اهي، ولما تستوي هوريها لكم حبايب الرقاق باذنك يا رب العالمين. بصوا يا حبايبي السلام عليكم، الرقاق طلع من الفرن اهو يا حبايبي. ايه رايكم؟ عملت لكم اهي رق، طلعت اهو، بصوا اتفرجوا، بص الرقاق وطري وحلو ازاي، بص شكله، بص الرقاق، بص الرقاق جميل ازاي، طري ازاي، طري ازاي اهو، بص طري ازاي، بص الرقاق طري ازاي، طري ازاي، بصوا طري ازاي يا ولاد. بصوا يا حبايبي كل سنه وانتم طيبين، صينيه الرقاق جميله اهي، كلها بالهنا والشفا، كلها بالهنا والشفا. اهي الرقاق اهي اهو 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 طري اهو،
جميل اهو، باكل منه حته روعه. سنيت روعة جميلة اهي. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، يعود عليكم الايام بخير يا رب.